الف مبروك يا استاذ خالد. اهلا كابتن ايمن، مساء الخير والف مبروك لينا، وتحياتي لاحلى جروب. يعني المجموعه دي نادرا ما تتلم كده، حقيقه احلى ناس في الدنيا. ربنا يخليك. مبروك يا استاذ خالد حبيبي. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. وصف لي احساسك بقى بعد الفوز بالسوبر النهارده. لا والله احساس جميل طبعا. عايز اقول لك يعني احنا قبل كده يعني من كذا سنه احنا برضو الحمد لله خدنا الخمس بطولات، فنامل ان شاء الله يبقى البطوله الخامسه، يبقى الخمس بطولات بتوع السنه دي خدناهم. ودي حاجه انا بقول يعني حاجه والله تشرف مصر كلها، وده يدل على ان الحمد لله ان احنا ماشيين على خطى مستقيمه وخطى يعني منتظمه، واللي احنا كل اللي بنعمله في الطريق الصحيح، وده بيسعدنا وبيسعد جماهير مصر، بيسعد كل الاهلاويه في كل انحاء العالم. فالحمد لله ان احنا يعني مجهود مجلس اداره واللعيبه، مش مجلس اداره بس، لعيبه وجمهور ومجلس اداره وجهاز فني وجمعيه عموميه، يعني الحقيقه المفروض ان احنا كلنا فرحانين النهارده، ويا رب دايما يديمها كده ان شاء الله. طموحات مجلس الاداره بقى الفتره الجايه يا استاذ خالد؟ طموحات مجلس الاداره ان احنا نجيب العشرة بقى ان شاء الله، يعني يا رب باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله يا رب ان شاء الله كده، وبرده نفس المجموعه نحتفل باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن ماهر تحياتي ليك. كابتن ماهر تحياتي ليك يا استاذ خالد. اهلا بيك. اهلا بيك. الف مبروك. الف مبروك يا كابتن. حابب تقول بلال بشوفه كتير. ايوه صح. حابب تقول ايه للكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي النهارده؟ لا طبعا دول يعني بص كانت لفته جميله جدا كمان ان هم بيحطوا الميداليات للكابتن محمود، يعني روح حلوه وقد ايه الناس يعني مقدره المجهود العصبي اللي بيقوم بيه الكابتن الخطيب، يعني فكانت لفته جميله جدا، وان شاء الله يا رب تتكرر باذن الله في الماتشات الجايه عندنا بقى. يعني احنا بنقول احنا كتر خيرهم في تلاحم المباريات السريعه دي، وانهم من جنوب افريقيا للدوحه، يعني وبعد كده هنرجع عندنا السوبر المصري، بعد كده عندنا الترجي، يعني تلاحم ماتشات كثيره جدا، فكتر خيرهم يعني ان هم قادرين يسلموا طولهم مع المباريات دي كلها. صحيح. الف مبروك يا جماعه، وان شاء الله دايما نحتفل مع بعض كده. مبروك يا خلود. حابب بقى اخيرا تقول ايه للاعيب رقم واحد جمهور النادي الاهلي العظيم؟ لا جمهور النادي الاهلي ده يعني اديك شايف حتى في الدوحه الجمهور كان عامل ازاي. صحيح. يعني الحقيقه وبعدين ايه انت بتلاحظ يا جماعه احنا بنروح في اي حته في افريقيا الجاليه المصريه بتشجع بنفس الاسلوب اللي بتشجع بيه في استاد القاهره هنا، فخلاص بقت حاجه جميله جدا ان انت بتشوف جمهورك بنفس الطريقه بنفس النظام بنفس الهتافات بنفس الاداء، يعني حاجه تفرح والله بجد. فيا ربي يعني دايما كده يكون نقدر نفرحهم وهم يبقوا دايما النادي الاهلي كده في العالي يا رب. يا رب ان شاء الله. والف الف مبروك يا استاذ خالد. شاكرين جدا. الف الف شكر. شكرا جزيلا يا استاذ خالد الرندلي امين صندوق النادي الاهلي. وزي ما احنا سمعناه يعني